لماذا يضطهد المسيحي؟ ليس الاضطهاد غريب على كنيسة المسيح، فمنذ فجر المسيحية نرى مقاومة ضد المسيح وأتباع المسيح، من قتل أطفال بيت لحم الذين هم أوائل الشهداء، ثم قطع رأس يوحنا المعمدان على يد هيرودس أنتيباس، ثم الشهيد الأول للمسيحية الشماس استيفانوس، ثم الرسول الأول يعقوب أخو يوحنا بالسيف. مكتوب: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخ يوحنا بالسيف. والكنيسة الأولى انتشرت إلى كل قارات الأرض وقدمت ملايين من الشهداء، ما زالت حتى يومنا هذا ما زال العديد يقتل من أجل أنه مسيحي. فالسؤال: لماذا؟ لماذا هذا العداء والكراهية الشديدة ضد المسيحيين، مع أن المسيحيين تتبع تعاليم المسيح الكاملة التي هي لخير الإنسان، وأثبتت أنها غيرت حضارات وجعلتها للأفضل؟ أعزائي، يوجد عداء شديد للمسيحيين مع أنهم مواطنون صالحون، يدفعون الضرائب، يخدمون في الجيش، ويصلون من أجل الرؤساء ومن هم في منصب، بيطلبوا البركة والخير لبلدهم. لماذا يضطهدوا مع أن رسالتهم هي المسامحة والمحبة للجميع، بل ومحبة الأعداء؟ بل نرى اليوم أنهم يمارسون كل أنواع الضغوطات والاضطهادات الجسدية والنفسية والفكرية في العديد من الدول. ممنوع أنك تتكلم عن المسيح، ودول أخرى تمنع دخول الكتاب المقدس مع أنها تسمح بكتب الإلحاد وحتى المجلات الخلاعية. لماذا يعتبر المسيحي خارج عن القانون ويتعرض للهزء والإهانة والرفض حتى في أبسط الأوراق الحكومية أو في المدرسة أو في العمل؟ وإذا آمن شخص غير مسيحي يتعرض للرفض والضرب والتعذيب وأحيانا الموت، مع أن المسيحية سامية ومتفوقة تنادي بحقوق الإنسان والمساواة للجميع، تعلم التسامح وقبول واحترام الآخرين حتى لو اختلف معهم. والمسيحية تصرخ ضد الظلم وتتعامل مع كل طبقات المجتمع بدون أي تمييز. والمسيحية رفعت من قيمة المرأة في المجتمع، وأن لكل إنسان قيمة غالية عند الرب لأنه مخلوق روحي وأبدي، وأنه موضوع محبة وفداء الله. هل فكرت لماذا هذا الخوف الفظيع من أناس مسالمون يحبون بل يصلون حتى من أجل الأعداء؟ لماذا كل هذه الكراهية؟ من أين مصدرها؟ ومن يحرك هذا العداء؟ رجاء ابعث لي بتعليقك. أريد أن أقول بصراحة، إذا كانت ديانتي تعلمني الكراهية والعنف والقتل والكذب وعدم احترام الآخرين، فلا أريد هذا النوع من الدين الذي يظلم القلب ويعمي الأذهان. أريد أن أتبع القائد الذي هو مثل لي، والذي قال: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أحبائي، تابعوا معي في نفس الموضوع المرة القادمة، لكن الآن أصلي إنه محبة المسيح وشفاء المسيح تلمس كل نفس، وأصلي من أجل كل مقيد بعدم الغفران أو التحقير أو الكبرياء أن يتحرر الآن في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. إذا صليت من فضلك خبرني.